زرت الدكتور. كده ان انت تريت قلبك. والله انا بتكلم ومتخيل ان انت الكليه اسرع، هو المفروض ان انت الكليه اسرع طبعا. ماشي يا شباب، كده الصوره واضحه قدامنا. ها ايوه دكتور. احنا خلصنا السبرينج باك، اتكلمنا على السبرينج باك وخلصنا كده. خش على حساب السترينث بتاع التشكيل، حساب اليلد سترينث بتاع الماده. احنا ليه بنحسب اليلد سترينث بتاع الماده؟ هو اليلد سترينث بتاع الماده يقاس من الستريس سترين كيرف. يعني الستريس سترين كيرف انا بطلع منه اليلد سترينث بتاع الماده. طب احنا متفقين مع بعض كده، نركز كده مع بعض، احنا متفقين ان انا عشان اعمل ديفورميشن لازم اتخطى اليلد ستريس للماده، صح؟ الماده بتاعتي عشان اعمل فيها ديفورميشن، بلاستيك ديفورميشن، لازم اتخطى اليلد ستريس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو انا عندي 200 ميجا باسكال لازم احط عليها ابلايد، يبقى عشان اعمل بيرمن ديفورميشن لازم ابلايد ستريس اكبر من اليلد ستريس الماده. يعني هو انا كان عندي 200 اخليه 220 ميجا باسكال. طيب ده كده الكونسبت الاساسي. نيجي للكونسبت، اخذنا الترم اللي فات حاجه اسمها سترين. السترين هاردنج ده ديفينيشن بيعرفني ان الماده بتاعتي كل ما بتتشكل السترينث بتاعها بيزيد، كل ما بيحصل فيها تشكيل بشكلها السترينث. نعيد الكلام من تاني، الماتيريال اليلد ستريس بتاعها محسوب اللي هو 200. انا عشان اعمل تشكيل دائم لازم اشكل العينه باكتر من 200، فبحط عليها 220. ابتديت اشكل العينه، في كونسبت في عمليه التشكيل حاجه اسمها سترين هاردنينج. يعني الماتيريال بتاعت لما اجي اشكلها السترينث بتاعها بيزيد. حلو قوي. طب انا عايز اعمل تشكيل في الماده، حطيت ابلايد ستريس 220. طب لما ابتديت اشكل الماده بتاعتي اليلد ستريس بتاع الماده ده بيحصل فيها سترين هاردنينج بيزيد. يعني السترين هاردنينج ده بتاع الماده اثناء التشكيل اليلد ستريس بتاع الماده بيزيد معايا. يبقى بدل ما كان 200 هيبقى 230. يعني انا قبل ما اشكل العينه كنت عارف ان اليلد بتاعها 200، لما جيت شكلت العينه اثناء التشكيل اليلد بتاعها 230. ان هي 200 احط عليها ابلايد ستريس 220 كانت بتتشكل معايا. طب لما الاسترينث بتاع الماده يبقى 230 كده معناه ايه؟ كده معناه ان الابلايد ستريس اقل من الاكتشوال ييلد ستريس للماده. يبقى كده معناه ان الماده جوه الالاستيك زون. نعيد القصه من تاني، انا رحت اشتريت ماتيريال اسمها ماتيريال اكس. ماتيريال اكس دي فيها ييلد ستريس 100، اليلد ستريس بتاع الماده اكس دي 100 ميجا باسكال. حلو قوي. انا كراجل بتاع تشكيل محتاج مني، مطلوب مني اشكل العينه طولها بنسبه 50%. حلو، انا واخد الكلام بقى ثيوريتيكال. اللي هو بيقول ايه الثيوريتيكال ده؟ هقوم قايل، هيقايل لي ان انا بابلايد ستريس اكبر من اليلد ستريس وخلاص. هقوم حاطط ابلايد ستريس عليها 110، بحلم بال 110 دي اللي هي تشكل لي ال 50%. ابتديت يتشكل معايا، ما هي 110 اكتر من 100 هيبتدي يشكل معايا. في نظريه جوه التشكيل بتقول ان اي ماده في الدنيا بتتشكل على البارد، اي ماده في الدنيا بتتشكل على البارد بيحصل فيها حاجه اسمها سترين هاردنينج، بتنشف. يبقى انا جايب الماده دي 100 حطيت عليها ابلايد ستريس 110، لما ابتدت تتشكل السترينث بتاعها اللي كان 100 ده بقى 120. الله، طب لما بقى 120 انا ابلايد ستريس بكام؟ ب 110، هيتشكل برضه بس الاستيك. يبقى دي المشكله اللي عندي، ان المعدن بتاعي انا عارف فيكسد فاليو ليه، فيكسد فاليو فاليو لل
ايه؟ لانها بتقيل بتختلف بتزيد. ليه بقى؟ لان في حاجه اسمها سترين هاردنج. طب انا بتتوقع اليلد ستريس بتاع الماده دي لما يزيد، هي اتمنى تكونوا انتوا فهمتوا انا عايز اوصل، عشان ما اخشش في الكلام تاني وانتوا مش فاهمين انا البوينت بتاعت الموضوع ده. حد فاهم انا قصدي ايه بالقصه؟ انا كنت التروس بحكي بيقطع بس. شويه. طب جمعت الكلام ولا عشان الصوت بيقطع؟ لا الصوت بيقطع بصراحة. الصوت بيقطع. يعني كله ما فهمش حاجه عشان الصوت بيقطع؟ كلكم ما فهمتوش؟ يعني الصراحة يعني ما فيش هو الصوت بيقطع الكل؟ يا دكتور. يا دكتور. لا استنى اخش بقى، لا استنى بقى نعيد الكلام ده تاني بقى من الهوت سبوت بتاع الموبايل. هطلع واخش تاني الهوت سبوت بتاع الموبايل. ماشي ماشي يا دكتور. الأخبار كده شايف الصوت واضح؟ أيوه دكتور. كده أحسن؟ الصورة واضحة ولا لأ؟ واضحة.
يا شباب سامعني؟ ايوه دكتور. معلش طبعا التليفون بقى كده فتحته، فعشان كده ايه علينا. المهم يعني انت عايزين ماشي نعيد القصة تاني بتاعت الستريم ريت دي؟ المهم بص يا شباب، صوت كده واضح عشان ما عيدش القصة تاني. دلوقتي انا عندي في كونسبت معين. ايه الكونسبت ده؟ ان انا عشان اعمل تشكيل لازم، عشان اعمل ديفورميشن للماده لازم ابلاي ستريس اكبر من اليلد ستريس للماده. ده الكونسبت الاولاني، اللي انا عشان لو انا عندي ماتيريال اليلد ستريس بتاعها 200 يبقى لازم ابلاي ستريس 210 220 اكبر من اليلد ستريس وخلاص. ده كده الكونسبت الاولاني. الكونسبت الثاني بيقول لي اي ماده، ده كده خلاص خلصنا من النظريه دي. النظريه الثانيه بتقول لي اي ماده في الدنيا بعمل فيها تشكيل بيحصل زياده في السترينث بتاعها، فينومينا اسمها سترين هاردنينج، التسلط الانفعالي. سترين هاردنينج يعني الماده لما بتتشكل بقيمه معينه السترينث بتاعها بيزيد. يبقى انا عندي الكونسبت الاولاني اللي انا ابلاي ستريس لازم يكون اكبر من اليلد ستريس بتاع الماده. الكونسبت الثاني لو انا شكلت اي ماده الاسترنس بتاعها بيزيد. فانا اديتكم اكزامبل، قلت لك انا عندي ماده اليلد ستريس بتاعها 100، اليلد ستريس بتاع الكونسبت الاولاني يبقى انا لازم اشكل بعد ال 100 110. ابتديت اشكل في الحاله دي، نيجي للفينومينا بتاعت السترين هاردنينج. هتقول لي ايه؟ تقول لي العينه دي اللي كانت 100 بعد ما هتشكل فيها شويه اليلد ستريس بتاعها هيبقى 120. طب انا ابلاي ستريس ب 110، يبقى انا كده بشكل بس بشكل جوه الالاستيك زون، بس انا لازم اشكل جوه البلاستيك زون. يبقى انا عندي المشكله، عايز اشكل جوه البلاستيك زون فبحط ابلاي ستريس اكبر من اليلد ستريس. طب انا لو حطيت اكبر من اليلد ستريس اثناء التشكيل اليلد ستريس ذات نفسه بيتغير، فانا ممكن اكون الرقم اللي انا حطيت اكبر منه خلاص بعد شويه اليلد يكون هو الاكبر فتوقف لي العمليه او تحولها لإلاستيك ديفورميشن. فانا عايز اوصل لقانون يتوقع اليلد ستريس بتاع الماده دي هيوصل لكام عشان انا احمل اكتر منه. يعني مش هاخد الاستاتيك يلد ستريس، الاستاتيك يلد ستريس اللي هو العادي بتاع المكنه اللي انا قسته البروبرتي للماده، الاكشوال يلد ستريس بيتغير معايا. يبقى انا هدفي دلوقتي يا شباب اعمل اكسبكتيشن كده لليلد ستريس بتاع الماده بعد ما هيحصل لها زياده. ده اللي انا بدور عليه. كلمه زياده والقصه اللي انا دولة دي كلها valid، ركز في الكلمه دي، على الكولد ووركينج بس، مفيش تسخين. الكلام ده مش موجود في التسخين، الكلام موجود في اللي على البارد بس. اتمنى كده تكون الفكره اللي انا عايز اوصل لها وضحت. تمام كده يا شباب؟ يعني الماده ليها ييلد، انا هحط اكتر من الييلد ده، طب اثناء التشكيل اليلد بتاع الماده بيزيد. طب ما انا اللي انا حطيته ده ايه اللي ضمني اللي هو اكبر من اليلد بتاع الماده بعد ما زاد؟ يعني انا دلوقتي عندي تشكيل للماده، التشكيل ده بيزود اليلد، بس انا قلت هحط اكتر من اليلد، احط اكتر من اليلد بقد ايه؟ ب 10 ب 20 ب 30 ب 50 بقد ايه؟ ايه النسبه اللي ازود بيها على اليلد؟ عشان كده انا بعمل قانون بيتوقع، بيعمل اكسبكتيشن كده لقيمه اليلد تبقى كام عشان ازود عليه. واضحة؟ حد فيهم انا قصدي يا شباب؟ تمام كده؟ ده القانون اللي انا هستخدمه اهو. واي فلو سموه بقى مش يلد ستريس، سموه فلو ستريس. الفلو ستريس هو الاكتشوال، ركز في كلامي، الاكتشوال يلد ستريس بتاع المادة اثناء التشكيل. واي فلو، واي فلو ده بيساوي ايه بقى؟ بيساوي كي، حيث كي ده ثابت، كي اسمه ستريس او سترينث كوفيشن. يعني انا هديك الكي بتاع الماده، هقول لك الكي بتاع الماده كذا مضروبه في ابسلون، حيث الابسلون هو ترو سترين. ابتدينا نخش في كلمه ترو بقى. ترو سترين هو التشكيل الحقيقي اللي بيحصل، ليه قانون هناخده. والان اكسبوننت بيسموه سترين هاردنج اكسبوننت. يبقى انا عندي كي ستريس فاكتور، ابسلون هي الاكتشوال سترين اللي بيحصل للعينه، ان سترين هارد كوفيشن. يبقى الواي فلو بتساوي المعادله بتاعتي لين ال نود ل ال دلتا ال على ال
في الاخر ان الابسلون ترو دي طريقه اثبات قيمه الاكشوال، دي طريقه اثبات قيمه الترو سترين للماده اهو. ترو سترين بيساوي لين، احنا كنا بناخد في الثاني ايه دلتا ال على ال نود، لا هنا لين دلتا ال على ال نود ابسلون ترو بيساوي الكلام ده. في الاخر طلع لي كده لين الكبير على الصغير، شوف ركز في الكلام، لين ال على ال نود، لين الكبير على الصغير، لين فاينل على ال نود، لين الكبير على الصغير، لان العمليه دي لو كومبريشن اللين فاينل هيبقى اصغر، فعشان كده بقول لين الكبير على الصغير، لين الرقم الكبير على الرقم الصغير. يعني انا عندي عينه عملت لها شد كان طولها 100 بقى 120، يبقى الاسترين عباره عن لين 120 على 100. عندي عينه عملت لها ضغط بقى طولها 80، يبقى لين 100 على 80. تمام، ادي القانون بتاع الترو سترين بيساوي لين الكبير على الصغير او بيساوي لين واحد زائد انجينيرنج سترين. يعني انا لو جيت قلت لك انا عندي انجينيرنج سترين 30%، يبقى الترو سترين عباره عن لين 1.3. فهمتوا حاجه؟ يبقى لو عايز احسبها العينه بتاعتي قلت لك فيها سترين انجينيرنج سترين 30%، يبقى الترو سترين عباره عن لين 1.3. لو انا قلت لك احسب لي الترو سترين العينه طولها 100 بقى 130، يبقى لين 130 على 100 اللي هي 1.3 برضه. يعني لو قلت لك العينه بتاعتي طولها 100 بقى 130، هنخش على القانون ده، يبقى لين 130 على 100 اللي هي لين 1.3. لو قلت لك انا عندي عينه عليها انجينيرنج سترين 30%، ما 30% هي دي برضه، يبقى اديني لين 1.3. يبقى من هنا هجيب الفلو ستريس بتاع الماده، هجيب الفلو ستريس بتاع الماده. القانون ده تحفظه زي اسمك، لين كبير على الصغير، ده كده عشان اجيب الابسلون والكي ابسلون اس ان. طبعا الكلام ده جيفن ليك، الكي جيفن والابسلون جيفن، سوري والان جيفن، الابسلون مش جيفن، الابسلون انت بتحسبها. يبقى واي فلو بتساوي كي ابسلون اس ان، حيث الكي هو الاستريس فاكتور والان الاسترين هارد كوفيشن. ادي الفلو ستريس بتاع الماده اللي بيحصل فيها التشكيل بقى. يبقى انت لما تيجي تعمل، ركز بقى في كلامي، لما تيجي تعمل تشكيل على البارد الابلايد ستريس must be greater than mean الفلو ستريس، مش اليلد، اليلد مش هو الريفرنس عندي، الفلو ستريس هو الريفرنس. يبقى لو جيت في التشوز قلت لك انت في الاكورد وركينج بتحط ستريس اكبر من اليلد، اسف هو اكبر من الفلو، لان ممكن يكون اكبر من اليلد ويحصل فيه سترين هاردنج، فالابلايد ستريس اكبر من الفلو ستريس ان كيس مين كولد وركينج، في الكولد ووركينج فقط. يبقى انا عندي فلو ستريس. طبعا هو انت متخيل ان انت اخر السنه هيجي لك مساله فلو ستريس؟ لا، الفلو ستريس دي بتبقى انا عايز اعمل رولينج، عايز اعمل فورجينج، عايز اعمل اكستروجن، فدي البروبرتي بتاعت الماده، يعني كان دي كده البروبرتي. بدل ما كنت بقول لك ان اليلد ستريس كذا، انت هتحسب بقى اليلد ستريس بتاع الماده، ده اليلد ستريس بروبرتي بتاعت الماده ذات نفسها. يبقى مش تيجي في الامتحان لاخر السنه حاجه بالمنظر ده. في الافريج، افريج فلو ستريس، بصوا معايا، شوف الجراف اللي قدامي ده، شير ريت هو التشكيل، شير ريت هو التشكيل. طبعا الناس اللي خدت معايا ستراكشر بروبرتي الترم اللي فات عارفه ان كلمه شير هي التشكيل، شير هو الانترنال سليبنج، كلمه شير هو الانترنال سليبنج اللي هو بيحصل في التشكيل اللي جوه الماده. شير ريت او السليبنج ريت للماده، بص معايا بقى، ادي اليلد ستريس بتاع الماده اهو اثناء التشكيل، يعني هنا بعمل تشكيل، بص معايا اليلد بيحصل فيه بيزيد. الله، يعني انا ما اقدرش اقول ان الماده ابلايد ستريس اكبر من اليلد ستريس وقف هنا، ما غلط. الزياده دي ده اسمه بقى ايه؟ الماكسيمم فلو ستريس. ادي الفلو ستريس اللي بقف عنده، يبقى انا لازم اشكل بعديه، لازم احط ابلايد ستريس بعديه فوق ايه. تمام. في افريج فلو ستريس انا ما بشتغلوش في المسائل، انت بتشتغلي دايما بالفلو ستريس، ما بشتغلش بالافريج فلو ستريس. افريج فلو ستريس هو المتوسط بتاع العينه، بيحسب ايه بقى؟ اهو كي ابسلون اس ان على 1 زائد ان، كي ابسلون اس ان على 1 زائد ان، ده كده بيسموه افريج فلو ستريس. تمام، انا حلي كله بالفلو ستريس، حلي كله بالفلو ستريس. فور اني ميتال كي اند ان فلو ستريس كيرف، طبعا بيعتمد على درجه الحراره في الكولد والهوت. بوث سترينث سترين هاردنج ريديوس، كل ما بزود الحراره، خلي بالك اول ما بوصل للهوت وركينج الكلام مش فاليد،
يعني ايه؟ الحديد الستيل 200 درجه و300 درجه برضو يسمى كولد ووركينج. الحديد او الستيل 200 درجه و300 درجه برضو تحت الامبريلا بتاع كولد ووركينج. فلما بزود درجه حراره شويه ايه اللي بيحصل؟ الان بتقل والسترين هارد والكي بتقل برضو، بس مش هتوصل للارقام الصغيره، لسه صغيره بس بتقل، بس مش وصلت للارقام الصغيره جدا. في الاليفيتد تمبريتشر هنا بقى ايه؟ ان ديفورميشن كان بي لوور فورس بار ات اليفيت. بص بقى الاليفيتد تمبريتشر، بص في درجات الحراره المرتفعه اللي هي الهوت ووركينج، ها اسمها هوت ووركينج. الهوت ووركينج بص الان بكام؟ الان بزيرو، مفيش سترين هاردنج، الان مفيش سترين هاردنج، يبقى في الاليفيتد تمبريتشر مفيش سترين هاردنج. في الاليفيتد تمبريتشر مفيش سترين هاردنج بيحصل للماده بتاعتي. درجات الحراره اللي بيحصل فيها التشكيل عملنا كلاسيفيكيشن ليها كده، كولد وورم وهوت. كلمه كولد ووركينج بيرفورمت ات روم تمبريتشر بلو ار سي دي مهمه قوي. كلمه هوت وكولد يا شباب، هوت وكولد هو الريفرنس عندي اهي كده، ار سي ريكريستاليزيشن تمبريتشر. كل ماده ليها ار سي، كل ماده في الوجود ليها ار سي. لو انا اباف في الار سي يبقى العمليه اسمها هوت، لو انا بلو الار سي يبقى العمليه اسمها كولد. يبقى انا عندي ريفرنس تمبريتشر اباف منها هوت، بلو منها كولد. اباف منها هوت، بلو منها كولد. الريفرنس تمبريتشر دي بصوا بقى معايا، الار سي بتساوي 0.5 تي ملت كلفن ابسوليوت، تي ملت ابسوليوت فاليو او كلفن فاليو، اللي هي السيليزيوس زائد 273 ادي الكلفن، كلفن فاليو. يعني بشوف ايه مثلا؟ لو قلت مثلا الحديد بينصهر عند 1538 ده سيليزيوس، هقوم مزود عليه 273 اهو، اجمع الاثنين دول على بعض واقوم ضارب الرقم ده ب 0.5 واقوم طارح بعد كده منه 273. يعني المعادله اللي انا هستخدمها دايما، المعادله اللي انا هستخدمها عشان اقول درجه الحراره بتاعت الماده الار سي بتاعت الماده هجيبها ازاي، هو مايل المعادله عباره عن ايه يا شباب كده؟ معادله بسيطه قوي، هو مايل لك كده الار سي بالسيليزيوس بتساوي تي ام زائد 273 كل ده ديفايدد 2 يطرح منها 273. ادي المعادله اللي انا استخدمها. ليه بطرح 273؟ عشان تبقى بالسيليزيوس، لان انا ما اعرفش حاجه اسمها كلفن اساسا. يبقى الار سي بتساوي تي ام بالسيليزيوس زائد 273 على 2 ناقص 273، دي المعادله اللي استخدمها. نحسب بقى الحديد ابو 1538 ده هيطلع لك تقريبا 620 درجه. يعني الستيل ب 620 درجه. لو انا 700 بقيت هوت، لو انا 500 اسمي كولد. يبقى ازاي احسب التي ملت للماده، سوري احسب الار سي للماده؟ لو انا اباف منها يبقى العمليه هوت، لو انا بيلو منها بيسيبها كولد، او فيما بعد هنعرف حاجه اسمها وورم. يبقى بيرفورمت ات روم تمبريتشر اوكي او بيلو الار سي. الاوبريشن دي طبعا الكولد وورك بتديني كواليتي عاليه جدا، بتدي انتاجيه ليه اللي مش محتاجها ايه؟ اسخن المعدن. مينيمم طبعا عمليات التنظيف او الماشينينج بعد الفورمينج بتقل، التنظيف بعد الفورمينج بتقل. في بقى الورم ووركينج، ما انت عندك يعني شكلها حتى وحش قوي، يعني الحديد عنده 600 درجه اباف منه هوت، بيلو منه كولد. طب يعني لما تيجي لي عند 500 هتقول عليها كولد، ما انا مسخنها برضو يعني، فسمى ده الرينج ده اسمه ورم. يعني ايه الكلام ده؟
انا عندي هوت وكولد بس، انا عندي هوت وكولد بس، اباف الار سي اسمه هوت، بيلو الار سي اسمه كولد، بس في المنطقه الترانزيشن اللي هي تحت الار سي على طول بيسميها ورم. اصل ما ينفعش اقول عينه حديد بتتشكل عند 500 درجه اقول عليها كولد فسماها ورم. فالورم وركينج ده بيبقى في رينج ايه؟ من 0.3 ل 0.5 بالتي ملت بتاعت الماده، يعني تحتها بشويه يعني. بس هي الورم وركينج نوع من انواع كولد، الورم وركينج نوع من انواع الكولد. يبقى هي اللي قلت لك ورم وركينج ده كولد، اه طبعا ورم وركينج كولد يعتبر كولد، ده يعتبر شورت. Hot working above recrystallization temperature in practical performance on 0.5 T melt by Kelvin metal. طبعا الكلام ده بينهانسنج بيزود قابليه للتشكيل وكل حاجه. طبعا هوت وركينج بيخلي المعدن بتاعي طري، بيشكله بسهوله جدا. الفريكشن الاحتكاك، هل الاحتكاك حاجه حلوه؟ لا، الفريكشن في معظم الاحيان مش كويس، مش حاجه كويسه، بتعمل لي لوسز، بتاثر على ايه؟ بتاثر على الفورس بتاعت المكنه، بتاثر على الباور، بتزود الكلام ده كله، بتزود التول وير، بتخلي المعدن بتاعي بيحصل له ايه؟ في تشكيل، بيعمل ريستريكشن لتشكيل المعدن. هي دي ميزه بقى، يعني هي دي ممكن تمشي معايا انا ميزه في التشكيل، الريستريكشن ده او ريتيرد دي، التشكيل بيتحكم عن طريق الفريكشن دي، انا ممكن استخدمها في بعض الاحيان. يعني ايه مثلا؟ انا عايز اخلي التشكيل يبقى هنا كتير واخلي التشكيل يبقى هنا قليل، يبقى ازود الفريكشن هنا. يعني عايز اخلي الاتجاه ده ما فيش تشكيل فيه بس الاتجاه ده يتشكل كتير، يقوم جاي مزود الكوفيشن فريكشن في الاتجاه ده. يعني وجود الفريكشن بيقدر يخليني اتحكم في اتجاه التشكيل، دي ميزه، مش يعني تعتبر حاجه مش وحشه. طبعا الفريكشن والتاكل في الاستنباط في الهوت وركينج بيبقى كبير جدا طبعا. بحط لوبريكيشن، ليه بحط لوبريكيشن؟ بقلل التول وير، بيعمل تقليل التول وير، ريديوس الهارمفول الموجوده من الفريكشن، بيقلل الستيكنج، ستيكنج لزق الاسطمبه بالمنتج. يعني ستيكنج دي قصده بيها لزق الاسطمبه بالمنتج، دي كده لزق الاسطمبه. بيقلل الفورس، بيقلل الباور، بيقلل التول وير، بيزود التول وير طبعا، بيديني فينش اعلى، بيقلل التول وير، اللوبريكيشن بيقلل التول وير، بيديني فينش اعلى، بيريموف اي هيت من التول، بيشيل اي حراره من السيستم بتاعي، كل دي ميزات لي اللوبريكيشن. انا بسلكت اللوبريكيشن ازاي؟ حسب العمليه، رولينج ولا فورجينج ولا كذا، العمليه كولد ولا هوت، ما ينفعش احط زيت في درجه حراره 1000، الورك ماتيريال، الكيميكال رياكشن، الابلكيشن، طبعا الكوست، كل دي حاجات بتاثر معايا. اي سؤال كده يا شباب؟ اي سؤال؟ اسالوا. ما انا مش همشي لسه، هكمل المحاضره بس اسالوا. فيش أسئلة؟ طيب ماشي، هصدقكم اللي مفيش أسئلة. دكتور تبعت لنا السلايدز دي؟ حاضر، تبعت لنا السلايدز دي. شكرا. كل حاجة هتنزل على الام اس. حاضر، مش ده السؤال يا أحمد. إيه تاني؟ عايز أسئلة كده من قوية، يعني أسئلة تحسسني إن أنتم مركزين. طبعا انا مش بخوفكم، بس هي الماده دي سمعتها وحشه بالذات مع انرجي، عشان انا بحبكم زياده عن اللزوم. الماده دي حلوه، فيها شغل كتير، فيا ريت نركز فيها عشان تعدوا، يا ريت نركز فيها عشان تعدوا. عايز اقول لكم مسج، الدفعات القديمه كلها لسه الماده بتتفتح معاهم، يعني انا شغال معاكم وشغال مع 113، يعني انتوا ماده و113 اللي هم القدام، فشغاله لغايه دلوقتي، يعني نركز فيها. لو انت ركزت واشتغلت معانا في السكيشن كويس، واشتغلت معانا في الاساينمنت والحاجات بتاعتنا، هتعدي الماده مستريح، ما تقلقوش خالص يعني. مفيش اي اسئله؟ المحاضره الثانيه باينه؟ ايوه دكتور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
لانه ما في الباب بتاع المكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي دي عملية فورجي أو عملية تشكيل. دي عملية تشكيل بتحصل هوت فورمينج، تشكيل على الساخن. عايز أدرس إيه اللي بيحصل جوه عملية الهوت ووركينج دي. عملية هوت ووركينج أو هوت فورجينج، حصل تشكيل للمادة بتاعتي، عايز ادرس ايه اللي حصل جوه المعدن بتاعي. هل تتذكروا كلمة جرين او كلمة كريستالة في الترم اللي فات؟ الجرين او الكريستالة هو مجموعة سيلز جنب بعض بتديني جرين، اهي دي اسمها جرين، دي كده جرين اهي. طبعا اللون ايه الزكاة، ودي ما اللون مش هيبان اهو، دي جرين اهي، دي جرين، دي جرين تاني، and so on. ده الجرينز اللي عندي، دي اسمها جرينز. الجرينز دي واخده شكل معين اهي، ليها شكل او ليها شكل معين اهو. لما شكلتها حصل حاجتين في الجرين، اي ديفورميشن على الجرين بيأثر في حاجتين. التأثير الاولاني بيأثر في الجرين سايز، حجم الجرين، يعني كانت جرين كبيره بقت جرين صغيرة، ده اسمه جرين سايز. يبقى أول حاجة بيأثر الجرين أو الديفورميشن على الجرين بيأثر على الجرين شيب أو سوري جرين سايز. بدل ما كانت جرين كبيرة بقت جرين صغيرة، ده أول شكل تكسير. نمرة اتنين بيأثر على الجرين، بيأثر على الجرين شيب، شكل الجرين. كانت الجرين واخده شكل دايره بقت حاجه كده، ده بيسموها جرين ايكو اكس جرين، دي بيسموها ايلونجيتد جرين. ايكو اكس جرين ودي ايلونجيتد جرين. تاني تاثير التشكيل، وات ايفر هوت ولا كولد، هو التشكيل هو التشكيل، تشكيل هوت والتشكيل كولد الاثنين بيعملوا نفس الامباكت على الماده، بس التشكيل الهوت بيبقى فيه تغير في المادة لانه هوت، الكولد ما بيحصلش حاجة، بيأثر على المادة وخلاص. نيجي تاني، يبقى هنا في جرين شكلتها، الجرين سايز قل والجرين شيب قل، اختلف. يبقى هي كانت جرين كبيرة بقت جرين صغيرة، كانت جرين مدورة ايكو اكسد بقت جرين الونجيتد. الجرين الايكو اكسد يونيفورم او ايزوتروبي، حد فاكر الكلمة الغريبة دي؟ حد فاكر كلمة ايزوتروبي ماتيريال؟ حد عنده ذاكرة؟ ايزوتروبي اندبندنت. تمام. الايزوتروبيك ماتيريال هي ماتيريال لا تعتمد على الدايركشن اوف ميجرمنت، يعني الميكانيكال بروبرتي بتاعتها يونيفورم في كل اتجاه، دي ماتيريال حلوة ايزوتروبيك. الايكو اكسد لو تتذكروا انا قلت لك مفيش حاجه اسمها ايزوتروبيك اصلا، هي بقول ماتيريال قريبه من الايزوتروبيك، فالماتيريال لما تكون ايكو اكسد بتكون قريبه جدا للايزوتروبيك، فده اللي حصل معايا، الماتيريال دي قريبه جدا من الايزوتروبيك. طب لما انا شكلتها بقت ايلونجيتد، ايلونجيتد يعني لها دايركشن اهي، فيها اتجاه. طبيعي الماتيريال دي انا لو شديتها في الاتجاه ده هتبقى قويه جدا، لو شديتها في الاتجاه العمودي هيبقى ضعيفه، يبقى دي بتعتمد، دي بقى اسمها ان ايزوتروبيك، دي ان ايزوتروبيك. يبقى هنا الكيس بتاعتي لو الماتيريال بتاعت الجرين بتاعتها ليها دايركشن يبقى ان ايزوتروبيك. ايه اللي حصل بقى معايا؟ اللي حصل انا عندي جرين شكلتها، لما شكلت الجرين حصل فيها جرين ريفاينمنت، جرين ريفاينمنت يعني حجمها اقل، وحصل فيها جرين دايركشن، الدايركشن بتاع الجرين حصل فيها اورينتيشن ليها. انا لما شكلتها بالاسلوب ده وهي هوت، في المنطقه اللي هنا دي
انا فوق الار سي فوق الريكريستاليزيشن تمبريتشر، يحصل ايه بقى؟ يحصل نيو جرين جروينج، يبتدي يظهر لي جرين جديده ويحصل فيها جروينج، ترجع تاني ايكو اكسيت. لو انا كملت الرسمه هترجع تاني تقريبا بنفس السايز تاني. انا عندي جرين ليها شكل معين ليها حجم معين، شكلتها الشكل اختلف بقى elongated والسايز اختلف بقى صغير. لو انا هوت وركينج برجع تاني زي ما كنت، برجع تاني زي ما كنت، ارجع للجرين سايز الاولاني وارجع للشكل الاولاني للجرين. يبقى لو انا شكلت العين على الساخن الجرين رجعت زي ما كانت في الحجم وفي الشكل، عشان كده ما بيحصلش سترين هاردنينج للعينه. يبقى الهوت وركينج ما فيهوش سترين هاردنينج ليه؟ لان العينه بترجع تاني زي شكل الجرين الاولاني حجم الجرين الاولاني، ففرشور مش هيحصل فيها سترين هاردنينج، عشان كده ما بيحصلش فيها في السترين هاردنينج. يبقى القصه دي حصلت معايا لو انا فوق الساخن، لو انا في الساخن. طب لو انا على البارد الجرين اتكسرت، كلمه الجرين اتكسرت يعني الجرين سايز قل. جات لكم في الامتحان على فكره، الجرين سايز لما بيقل السترينث بتاع الماده بيزيد، الجرين سايز لما بيقل السترينث بتاع الماده بيزيد. عشان كده في الكولد ووركينج بيحصل حاجتين، نمره واحد السترينث بتاع الماده بيزيد، نمره اتنين اليونيفورميتي از لوست، اليونيفورم بتاعت الماتيريال بفقدها. ليه؟ لان بقت اورينتيتد، ليها اورينتيشن، اورينتد بشكل معين. يبقى انا كده عندي هوت ووركينج الجرين ليها شكل وسايز، شكلت رجع التاني زي ما كان لان انا هوت، فعشان كده الماتيريال يونيفورم، عشان كده الماتيريال تقريبا الاسترنس ما اتغيرش. انما في الكولد لا، كسرت الجرين يبقى الجرين سايز قل، كسرت الجرين يبقى الاسترنس زاد. طب نمرة اتنين الجرين شكلها اختلف بقت اورينتد، اورينتد يعني اليونيفورم بتاعت الماتيريال قلت. عشان كده ده الفرق بين الهوت والكولد. الهوت مفيش سترين هاردنج، الكولد فيه سترين هاردنج. الهوت الماتيريال يونيفورم، الديستريبيوشن بتاع الماتيريال مش الديستريبيوشن، البروبرتي بتاعت الماتيريال اندبندد على الدايركشن. انما الكولد لا، ده ديبندد على الدايركشن جدا. هوت ووركينج طبعا انا بلجأ للهوت ووركينج عشان اعمل ماسيف ديفورميشن، يعني انا راجل بالهامر الشاكوش الصغير ده اقدر اتنين حديد طبعا قوي. نفس الكلام هنا بيحصل معايا، هو اكبر لكم الشاشه بيحصل معاها ايه؟ بيحصل معايا الاسترين بتاع الماده بتزيد، سوري اقدر اعمل تشكيل كبير اهو، كل ما بشكل المعدن بيحصل فيها تشكيل كبير اقدر اشكل. نفس الكلام اهو لو تفتكروا هوت وورك، ادي الجرين اهي شكلها كده. نعم ليه السكرين شير قفل عشان انا كبرتها مش عارف. يبقى عشان انا غيرت البتاع، سوري. سوري يا شباب، المحاضرات بتاعت التكنولوجي دي كانت لازم تبقى فيس تو فيس، كانت لازم. انا عارف ان نصكم نايم اساسا وانا قاعد 25. هو انتوا كام واحد؟ احمد سامح، فين احمد سامح؟ عامل اورجنايزر حلو قوي، حلو قوي الاورجنايزر دي، برستيج يعني. انتوا كام واحد اصلا في الجروب؟ هو المفروض في سيكشن 1، في سيكشن 1 يعني تقريبا يعني ما بين حاجه و40، ما اعرفش يعني العدد ده زاد او قل. المفروض سيكشن 2 تقريبا هو 20 واحد. انا بقول يعني، انا بقول هو كان سيكشن 1 حاجه و40، سيكشن 2 هو انت كام سيكشن؟ انت احنا سيكشن يعني جروب 1. بسم الله ما شاء الله، يعني عم نتكلم في 60 65 طالب صح ابو حميد؟ لا المفروض يا دكتور 65 حاضر لي منهم 25، في منهم 27 واحد نايم صح كده؟ يعني هو حاضر لي 25 في منهم 27 واحد نايم، وبقيه الدفعه كلها نايمه خالص. وبعد كده نقول الماده غلسه والاونلاين وحش والكلام ده كله. طب ما انتوا تحضروش. كلمت المعيد احمد؟ المفروض ان احنا كلمنا الباشمهندس يا دكتور، بس بيحاولوا يظبطوا معايا يعني. هو شادي بيحاول يكلم دلوقتي باشمهندس باسم،
بيحاول هو يظبط معاه وكده، عشان بيقول ان هو بيتواصل مع حضرتك الاول. هو كان قال كده اهو ان هو بيتواصل طبعا. بيتواصل، يا عم هو انا قال كده. مسيطر برضه يا ابو حميد، انا مسيطر برضه ما ينفعش. بس بص يا احمد، انا مش قصدي على باسم، باسم ده تبعنا، انا بتكلم على تمام. المهندس بتاع الثيرموداينامكس. بالنسبه للثيرموداينامكس، تمام. ايوه، هو عشان عايزين نغير المحاضره تبقى الساعه زي ما قلت لك بقى، مش فاكر 11 ولا كام. هو انا كنت قلت لشادي يعني على الموضوع، هو قال لي ان الموضوع هيبقى صعب شويه، بس احنا هنحاول يعني، هنحاول نشوف. مثلا لو مش هينفع النهارده هنحاول نشوف لها في يوم تاني. ما انا عشان كده انا ظبطت مع، قلت لكم النهارده هتفضل المحاضره زي ما هي وبعد كده نشوف الميعاد التاني. احنا دكتور احمد طاهر ما عندوش مشكله يعني، احنا كلمناه طبعا مفيش مشكله. تمام. تمام، لو فحاول لو تخلص الموضوع ده. حاضر 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 وعايز تمام. السكاشن تبقى متخلصه النهار الاسبوع ده عشان تشتغل على الاقل يعني، لو لحقنا الاسبوع ده اوكي، يبقى الاسبوع الجاي اخرنا خلاص ان يعني. شاء لازم الله. السكاشن مع باسم تكون واضحه. هو تمام، كان هو بس هو كان في حاجه، كان شادي كان قال لي ان الماده فيها لابات ومحاضرات بس، فانا مش عارف، استغربت من الحته دي. هي فهو هي المادة 3 ساعات وساعتين، اه 3 ساعات محاضرة وساعتين دي بنقضيها بقى سكاشن على توتوريال على لابات كله على بعض. بس انت اصلا في الاخر في مسائل في المادة، فاحنا بناخد ايه، بناخد مكان ولاب يعني. طبعا انت التوتوريال هنعمله اونلاين ماشي. يعني، حضراتكم كده من الاخر يعني، عشان المادة كبيرة. اللي هيحصل بالظبط هيبقى فيه المهندس باسم هينزلكم في الاسبوع مره اللابات، تمام كده، زائد ممكن يجمع لكم انتوا الاثنين مع بعض ميعاد اونلاين عشان يتحل فيها المسائل. تمام. فاهمني يعني؟ انت ايوه كده عندك هيبقى فيه ميعاد محاضره وميعاد لاب، ده كده ثابت، زائد في ماشي. ميعاد كل اسبوع او كل اسبوعين ده اونلاين. هو انتوا المفروض تاخدوا 3 ساعات واتنين بس يعني، ميعاد للمحاضره وميعاد لللاب بس. بس احنا هنحتاج التوتوريال، فممكن ناخده مرتين، ناخد كل فتره كده كل مرتين ناخد اونلاين ميتنج يتعمل فيه سيكشن مجمع. تمام، بس تمام. انا الثابت عندي هيبقى اللابات والثابت عندي المحاضرات. واضحه كده تمام يا يعني؟ دكتور. يعني ماشي الماده دي ماشي. في مانيفاكتشر، في ماتيريال، انا بديهم 3 ساعات محاضره، ساعتين لاب، ساعتين توتوريال. انتوا ما عندكمش الساعتين بقى ايه بتوع التوتوريال دول، فهيبقى اونلاين ميتنج وخلاص. تمام كده، خلاص ماشي يا دكتور. ماشي ماشي هو حاضر ما إن شاء تقلقوش الله. ان شاء الله خير باذن الله. إن شاء الله نحاول نخلص الموضوع ده الأسبوع ده إن شاء الله. ان شاء الله. فاحنا كنا بنتكلم هنا على الفريكشن، سوري، على التشكيل اثر ازاي على الماده، عمل معايا هنا ده كان المعدن بتاعي. دكتور لسه الشير اتفضل. سكرين مقفول، لسه برضو الشير سكرين مقفول. معلش ولا يهمك يا ابني، ما اهي كده، ادي نمرة 2 كده بقى. ايه الاخبار؟ تمام كده، ده كده تمام واضح يا يا باشا، دكتور. تسلم ايديكم. يبقى المعدن بتاعي بيتشكل بالاسلوب ده كده اهو، شكلته، حصل فيه ديفورميشن. عايز يقلب ليه ده؟ ماشي اهو كده. طيب، يبقى حصل معايا كده ديفورميشن للماده بتاعتي بالهوت وركينج زي ما قلنا. ده كده برضه نفس الكلام، عندي عينه ايه، عينه بتشكل الاحمر ده كده، ده هوت وركينج، دي العينه درجه حراره مرتفعه. هنا دي بيسموها فري فورجينج، فري فور حره. طب هنا بيستخدم داي اسطمبه. يبقى انت لما تطلب مني شكل معين او بروفايل معين لازم اخش في الاسطمبه. طبعا الاسطمبه بتبقى مكلفه جدا، في تكلفه، في فلوس بتدفع، بس في انتاجيه قصادها، في كواليتي عاليه. طبعا حضرتك الاسطمبه دي الكيلو بتاعها، الكيلو الحديد بتاعها ب 200 جنيه و 250 جنيه. يعني كيلو الحديد، انتوا عارفين الكيلو الحديد ب 12 13 14 15 جنيه، ده الطبيعي. انما كيلو الحديد بتاع الاسطمبات ده احنا بنتكلم في ارقام كبيره.
احنا بنتكلم في ارقام كبيره، يبقى احنا كده بنتكلم في ايه، ارقام ضخمه. فلازم الاسطمبه تبقى مكلفه. بتبقى مكلفه ليه؟ التكنيك بتاع تصنيعها غالي، وفي نفس الوقت الماتيريال بتاعتها غاليه، بتعمل لها معالجه حراريه لو تفتكروا الكلام بتاع الترم اللي فات، هيت تريتمنت. هوت وكولد فاكرين احنا قلنا above ال 0.5 تي ميلت هوت، below ال 0.5 تي ميلت كولد، صح كده؟ شايفين كده ولا لا؟ ايوه above ال 0.5 هوت، below ال 0.5 كولد. ركز بقى في كلامي. المنطقه يعني انا كده كده، او لو انا جيت عملت لك كده اهو، تحتيها كولد فوقيها هوت، ده كده هوت ده كده كولد. هتيجي تقول لي يا دكتور رمضان ما هنا المنطقه دي اسمها وورم، ايه المشكله؟ يعني هي كل دي اسمها هوت، الحته دي دلعناها شويه سميناها ايه؟ وورم، بس هي كولد. فاهمين انا قصدي ايه؟ اباف ال 0.5 اسمه هوت، بيلو ال 0.5 اسمه كولد. المنطقه دي اللي من 0.5 ل 0.3 اسمها وورم، مش اكتر من كده. طب هو ليه ما كملش بيها القوي لغايه الاخر؟ ما هو طالما الدنيا حلوه قوي كده، كل ما بسخن المعدن الاسترنس بتاعه بيقل، طب ما انا اكمل، صح؟ سؤال لوجيك. بتوع انرجي المفروض تسالوني السؤال ده، ليه المعدن بتاعي ما عملتوش 0.8 0.9 0.95؟ ليه ما ادتوش حراره اكتر؟ ولا الكلام ده ما مش منطقي يا شباب؟ هو طبيعي. انا ليه وقفت على 0.75؟ ها ليه وقفت على بوينتس ما كملتش ليه؟ في هيت لوس كتير يعني. ايه بالظبط؟ هو ميلتنج مش هيحصل، لان الميلتنج لازم تكون اباف التي ميلت. انا ما بوصلش التي ميلت، انا ببقى قبليها مثلا ب 50 60 ضرب. طب اسالكم سؤال دلوقتي، الناس اللي بتسوق عربيه، لو انا قلت لك زيد في السرعه من 30 ل 40 كيلو، هل هتحس بالفرق ده؟ يعني عشان ازود من 30 ل 50 كيلو في الساعه سرعه، يعني هل انت هتحس بالفرق ده؟ ولا حاجه، انت لامس البنزين وخلاص. لما اجي اقول لك بقى، شوف السؤال اللي جاي، زود لي السرعه من 200 ل 220، انت لو جبت ال 200 اصلا، فاهمين؟ لو جبت ال 200 في الاصل، لو انت معاك عربيه قويه جابت ال 200، عشان بقى تجيب ال 220، خلينا في العربيات ايه الطبيعيه، ما تجيليش تقول لي عربيه بنتلي ولا عربيه بوجاتي، ما هتجيب ال 230 و 250 عادي. خلينا في العربيات العاديه، تويوتا مثلا، لانسر، اوسكو، اوكتافيا، العربيات العاديه دي مش العربيات السوبر كار يعني. خلينا في عربيه عاديه، لانسر مثلا زي بتاعتي دي ما بيجيبش 200 برضه. خلينا في سكودا، سكودا هتجيب من 200 تخليها 220، في مجهود كتير هيتم، العربيه هتتحمل معاك عشان تجيب السرعه. الدلتا تي، الكلام بتاع كونتر بتاع انرجي، دلتا تي في اللو تمبريتشر ليها قيمه، دلتا تي في الهاي تمبريتشر ليها قيمه تانية. يعني ايه الكلام ده؟ عشان ازود درجه الحراره من 100 ل 200 كلفتني 10 جنيه، لو عشان ازود نفس الحراره الفرق اللي هي 100 درجه من 1500 ل 1600 بتكلفني 1000 جنيه. يعني الدلتا تي في اللو تمبريتشر ليها تكلفه، دلتا تي في الهاي تمبريتشر ليها تكلفه تانية. فانا كل ما هزود درجه الحراره هنا فلوس بتزيد قوي. يعني حضرتك تيجي تقول لي عايز فرن يزود لغايه يسخن لغاية 1000، هقول لك ان الفرن ده ثمنه 100000 جنيه. هتقول لي الفرن ده يسخن لغاية 1100، فرق 100 درجة اهو، هو ما يقول لك ال 100000 جنيه بقى 200000 جنيه. الله، لو جيت قلت لك فرن بيسخن من 100 ل 200، خليه لي من 200 ل 300، تمام؟ دي واحدة شوية حبيبي افادي يا باشا، تمام. قول انا عندي محاضرة.
معلش يا شباب انا اسف، فلما هزود درجة الحرارة التكلفة بتزيد. طب انا ليه خايف من التكلفة تزيد بقى؟ طب ما انت هنا لو انا زودت درجة الحرارة هنا شوية، لو زودت درجة الحرارة في المنطقة دي كده، أولا تكلفة كبيرة، ثانيا الماتيريال ممكن تتحرق، مش تنصهر، يحصل لها بيرنينج تتحرق. مش في الويز يا جماعة جوه الماتيريال دي؟ الالويز دي ممكن تتحرق، في الويز جوه الماتيريال دي ممكن تتحرق، يحصل لها ديكومبوزيشن بتفك منه، فدي خطر. الحاجة التالتة، انت حضرتك اوريدي الماتيريال جبت اخرها في السترانس، يعني السترانس كان 200 بقى 40، هتفرق معاك بقى من 40 بقى 35؟ هتدفع الافات عشان هي ال 5 ميجا باسكال دي، مش هي المشكله. فانا بخاف على الماتيريال اللي يحصل لها بيرنينج كومبوزيشن، بدفع فلوس كتير قوي في الحراره. الحاجه الثالثه، مفيش اصلا يوز، مفيش بينفيت جامده قوي من فرق التسخين ده. فعشان كده انا بقف عند رينج ايه؟ الحديد اللي بيشتغل عند 1100 1200 ماكسيمم، ما يزودش عن كده. عشان كده ليها رينج معين من ايه؟ من التشغيل بالاسلوب اللي قلنا عليه من شويه. التمبريتشر طبعا بتاثر معايا بالفلو ستريس والكلام ده كله، سترين هاردنج داكتيليتي، الكومباريزون ما بين الهوت والكولد، طبعا هي كومباريزون صغيره قوي، كارت بيلو طبعا هي هوت وركينج اباف الار سي، كولد وركينج بيلو الار سي، تمام، هوت وركينج اباف كولد وركينج بيلو. فاكرين السترين هاردنج، الكولد هو اللي فيه سترين هاردنج، كولد اللي فيه سترين هارد، يبقى سترين هاردنج از كومبليتلي اليمينيتد، مش موجود جوه الهوت وركينج، بس في الكولد وركينج لا موجود وبيأثر كمان على السترانس. الهوت وركينج ما بيأثرش، سوري، الهوت وركينج لما سخن العينه بتاعتي بتزيد الداكتيليتي، الاريا ريدكشن بيزيد، قابليه المعده للتشكيل بتزيد. هوت المعده لما يكون سخن بيبقى اسهل في التشكيل، المعده لما يكون بارد او التشكيل على البارد بيبقى صعب في التشكيل. elongation area reduction ductility impact stress كل ده بيقل معايا، صعب ان انا اشكل. هل بيحصل ريكريستاليزيشن في الهوت؟ اه طبعا بيحصل ريكريستاليزيشن، انما في الكولد ما فيش ريكريستاليزيشن. فاكرين لما قلت لك ان الهوت وركينج بيبقى يونيفورم، انما الكولد الكولد فوركينج مش يونيفورم، يعني كاتب لك ايه؟ يونيفورمتي اوف ماتيريال از لوست، والبروبرتي تتاثر قوي بالكولد وركينج، انما في الهوت وركينج لا، بيحصل ريفاينمنت، بيرجع تاني الجرين زي ما كانت، بتعدل نفسها زي ما كانت. الكراك بروبيجيشن، الكراك بروبيجيشن قابليه السطح بتاعي اللي يحصل فيه كراك، وكراك بروبيجيشن الماتيريال كل ما يزيد البريتلنس بتاعتها بيزيد الكراك بروبيجيشن. يعني لو جيت قلت لك عندك ازاز وعندك رابر، مش ازاز ومطاط او ازاز ورابر، الازاز لو انا عملت فيه كراك وتتنيه هيحصل له يتكسر بسرعه عشان الكراك بروبيجيشن فيه عالي. الرابر ما فيهوش الكلام ده، ليه؟ لانه ماتيريال داكتايل. مين فيهم بقى مور داكتايل، الهوت ولا الكولد؟ الهوت. عشان كده تلاقي الكراك بروبيجيشن اظهر بيكتر اكتر فين؟ في الكولد وركينج. يبقى الكراك بروبيجيشن بيزيد مع الكولد وركينج. طبعا الكولد وركينج بيحصل فيه سترين هاردنج، فبالتالي بيزود كل الميكانيكال بروبرتي اللي هي الالتيميت تنسايل سترينث واليلد سترينث والهاردنس والفتيك، كل ده بيزيد معاه. الناحيه الثانيه لا طبعا الحاجات ما بتزيدش تقريبا. الكروجن، الكروجن في حاله الكولد اعلى، الكروجن في حاله الكولد اعلى، الكروجن في حاله الهوت اقل. الهوت وركينج خلي بالك انا بتكلم البرودكت اللي معمول بالكولد والبرودكت اللي معمول بالهوت، خلي بالك البرودكت اللي معمول بالكولد والبرودكت اللي معمول بالهوت، البرودكت اللي معمول بالكولد الكروجن ريزيستنت بتاعه اقل، اللي معمول بالكولد الكروجن ريزيستنت بتاعه اقل. الانترنال ستريسز اللي جواه اعلى طبعا، طالما في كروجن يبقى في انترنال ستريسز. ماشي، بص بقى الحته دي، لود اند انرجي ريكويرمنت ار هاي، هنا قصدي بيه الميكانيكال، قصدي هنا بالميكانيكال، لان لو جيت قلت لك توتال توتال انرجي لا، توتال انرجي في الايه؟ في الهوت اعلى. يبقى اللود قد انرجي ريكوير، قصدي هنا بيتكلم على الميكانيكال انرجي في الكولد اعلى من الهوت. الوير اقل طبعا في الكولد عن الهوت، الهوت بيبقى فيه حراره فبتخلي المعدن يتاكل، طب بتخلي الاسطمبه تتاكل، التكلفه ما هي انتوا طبعا انرجي، وانرجي يعني انت بتتكلم في الطاقه يعني فلوس،
فطبعا التوتال انرجي في حاله الكولد اقل من التوتال انرجي في حاله الهوت، عشان كده الكوست بتاعت الكولد اقل من الكوست بتاعت الهوت. الهوت تكلفته اعلى لان فيه حراره، الاكسده المعدن بيتاكسد في الكولد في الهوت اكتر طبعا، الاوكسيديزيشن في الكولد اقل. كلمه نو دي صعبه شويه، هي اقل انما التاني بيكون اعلى. الميتال لوس، الميتال لوس هنا بيكون اقل لان الاكسده اقل. سيرفيس ديكربونيزيشن في ستيل، المعدن بيفقد الكربون، المعدن قابليته للديكربونيزيشن الستيل يا جماعه في كربون، الكربون بيفتقده او المعدن بيفقد الكربون امتى؟ اللي على السطح. فالديكربونيزيشن للستيل بتبقى اكتر في الهوت وركينج، فقد الكربون السطح بتاعي بيفقد كربون. كواليتي طبعا بتاعت السطح اعلى في الهوت، في الكولد الدايمنشن اكيورسي اعلى في الكولد، الكنترول على الدايمنشن اعلى في الكولد طبعا، الماتيريال هاندلنج اعلى في الكولد. هقف لغايه هنا عشان انا ايه متاخر في المجموعه الثانيه، مش هقدر اخش في الفورجنج، يبقى كده هديهم كتير قوي المره الجايه. ها اي اسئله يا دكتور؟ بالنسبه للبورتفوليوز بقى، حضرتك ما عملتش لسه اكسبت ليها خالص يا ابني؟ انا لسه رفعت اصلا، هو انا لسه رفعت اساسا الفاينل اكزام لسه؟ طب طيب ماشي. بص يا حبيبي، احنا كل الترم ده الناس لسه اصل كل يعني كل المواد اتعمل فيها يعني اكسبتنس مستنيين حضرتك بس، يعني فهو يعني هي ان دي شاء الله الفكره يعني. يومين ثلاثه باذن الله هخلصهم كلهم يعني. بس هي المشكله اللي في رفع، انا المشكله معايا في رفع، ما انت عشان تعمل اكسبتنس لا لازم ترفع الورق، ورق الفايل. فان شاء الله على يوم الثلاثاء او الاربعاء اكون عملتها، ابتدي فيهم النهارده ان شاء الله ما تقلقش. شكرا يا دكتور. بس انتوا على فكره يا احمد نصكم مش رافع اساسا. ايه؟ عندنا شيء؟ نصكم مش رافع اصلا البورتفوليو، ما تخليش اتكلم. ماشي. هو انا مش عارف انا اصلا بتكلم عن نفسي، بتكلم عن كذا حد رفعه وبيسال. انا مختار 15 اسم منكم، انا مختار 15 اسم منكم رافعين، هو دول اللي هرفع لهم. انا مش هراجع لكله، انا راجع لل 15 اسم بس، خلي بالك. طب ليه يا دكتور؟ طب خلاص هنقول الباقي، هقول الباقي يشتغل عليهم. حاضر. لا ما هو المفروض انا هرفع ال 15 وهم دول اللي هراجع لهم. طب تمام، مش هراجع لكله يعني، او الباقي يعني خلاص كده يعتبر يعني اتقبل يعني. ايوه ما هو لو انا ما هم ماشيين بالسامبل، هم لو انا قبلت السامبل يبقى التوتال اوكي، ما هي السامبل 15 ورقه.